بعدين طيب تم ذكر عمد عليكم جديد في فقرة مبالة معي الفنانة شابة طاهرة من توليد. ودا تني اهلا بك طاهرة، شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا ومجيك نفس الدير الوطنية. مرحبا بك، سهلا يا ولية. تبدي بدور غنائي المشاهدين ونعود نرجو. قعدك بالساحل زوحول يا زاحن عد الرماح، بغيرك بامي دني نسري لي ترسل لي بنك واحد، ترسل لي بنك واحد الواحد فيه شمن زيرك بامي دني نسري لي، دني نسري لك بامي دني نسري لي، دني يا دني 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 وبامي دني نسري لك سعدك يلي من جيقاني من جيقاني قست الرماك حمي ما قيلك بامي دني نسري لك تم معاها يا وني تم معاها يا وني وتضحك لك وتتيلك بامي دني نسري لك دني نسري لك بامي دني نسري لك نسري لك نسري لك. شكرا جزيلا لك. طاهرة، الفنانات في فنانات تركي غنوا يغير ما يخلط واردين، تظهر لك على ان ظهر لك على ان الناردين على ضروري التشبث بينه، وشنو الطريقه اللي الله يرجع يعدلها اياك كي تم يعود يخبط اردين يحافظ به على التراثيه اللي ما ينسى معاه. اردين والله لآلة تقليديه ويالتك الفنانه الشابه وتخبط آلة تمثل هي وتمثل وطنها، بين كل دولة عندها آلات تقليدية متمسكة بهم وتمثلها، وكل فنانة يالتها تعود متمسكة بذيك العادات والتقاليد. وصراحة أنا نشجع كل فنانة تخبط أردين مزاد شابة صغيرة ونبقي اللي نعود من ضمنهم. ظهر لك علينا فهمت قواتنا يقول يلا يعلم عندهم أردين، والله مازال موجود بقدر الكافي اللي كل حد كل تقويت يلا تقريبا تخبط أردين تعلموا عليها الفنانة الشابة. والله ما رواقج محدودين هم مازال يعرفوا واردين. ما شاء الله يعرفوا كاملين تيكواتين يعرفوا كاملين يقرب، ما قد نقول لك انه بعد ياسر يقد حد يتعلمه. صراحة صعب اللي رقاش يجبر رقاش يقد يعلمه اردي بين الناس قاعدة زمن كامل ما يصايبه ولا في احد صايب قاعد شيء. اقدر احتمال تعطينا دور ثاني نعود نبغى نتصل. صوتك نهوايا نهوى وجنني غيرك والله والله ما يشطني ما يشطني ما يشطني سرك ما ديلك مذني من لولا يدير ولا يدير ولا يدير لا دندني لا دندني من لولا يدير ولا يدير ولا يدير لا دندني دندني صوتك نهوى نهوى وجنني غيرك والله 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 ما يشطني ما يشطني ما يشطني خاطيك بكايا هولين يقني خاطيك بكا هولين يقني وذا قالوا كم يا كم من مقني من مقني ذا قالوا كم يا كم من مقني صوتك نوى صوتك نوى وجنني وجنني غيرك والله 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 ما يشطني يا طارتي ما يمحني
خاطيك انتي وني 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 خاطيك انتي 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 وني 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 شكرا جزيلا للدور الرائع. شكرا شكرا لك. من انت وانت تغني؟ انت تعلمتي الهول؟ الهول تعلمت الهول صراحة صغيرة، بعد عندي 6 سنوات ولا 7. وأول مرة كنت نطلع طلعت فيها للمسرح، طلعت مهرجان بالطينطان خليج بالمغرب، معي والدي الله يخليه إن شاء الله الوليد. تحية طبعا، تحية له طبعا وتحية لماما. صحيح، الله يحييك. هو أول ظهور، هو أول ظهور ظهرت بيه للمسرح. كان في نوع من التوتر؟ كان والله اللي كنت متوترة لأقصى درجة. ده شيء طبيعي، دائما الظهور الأول يعود فيه توتر ما طبيعي. أول مرة نظهر نصب في نواكشوط هنا في النغمة الذهبية، كنت عندي 13 سنة، النغمة الأولى. النغمة الأولى وما بطيت فيها قاعدة ما حالف لي الحظ. اي ولا هي تقول لنا شعور لغة الدمات يا ياسر، تقول لنا شعور هولاك من هوالي يلي هولاك يم حيال بقيت من مداري من ما يا زرت تحيا يا سن أدن أدات أدن 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 أدات أدن 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 ويريا متريا الحبرة من لا يشعر يتبنى توخاض بين الشعرة ومصايا يا حصاح ومدندايا توخاض بين الشعرة ومصايا يا حصاح ومدندايا أدل ندى أتدن ندن ودن ندى أتدن ندن أدن ندن 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 أدن ندى أتدن عندك 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 ألبومات تشتغل اليوم يا كوخ، والله مشاريع موسيقية مستقبلية تعودك؟ أنا والله اللي عندي ألبوم كان أنا قاع عادة قاع فول هو نحن البيضان اللي هو كبير فيها حتى، مع إنه قاع أصولي ولا نقد نتقدم عنهم ولا نقد نترقى عنهم، يا كان بعد كبير فيها لا قني نقني لا بالإنجليزية أصلا. وما حد راك ألبوم ظهر لك عن حد هناك شو تغلب الإنجليزية لكن يقعد يقدر تقام لا هواية توب وأنا نختار تقيس نيويورك ويطلع عاد قرر مري ثاني الانجليزيه كان والله نقرر مري ثاني الانجليزيه والله نقيس نيويورك خلطي موتو ان شاء الله فنانه تهتمي بالفن ان شاء الله ان شاء الله اولي تقول لنا شهور يبدون الوقت المخرج جاي سمعتك مزال 4 دقائق 5 تقول لنا فيهم شهور زازو يا اواني والشعر اماني زازو يا وني وني الشعر ماني دهر دندني دندني ومرنا طاني ودهر دندني دندني ومرنا طاني دهر دندني دندني ومرنا طاني يا وقي يا وقي يا وقي يا وقي بخيار قراني بخيار قراني بخيار قراني بخيار قراني يلي يا أقوت عن غير كراني يلي يا أقوت يا قوت عن غير كراني وذني مصموتة قروب لساني وذني مصموتة
حتى مكروب لساني وذري وصموتة مكروب لساني يا وقي يا وقي وقل يا وقي بخيار قراني بخيار قراني بخيار قراني بخيار قراني قابي متبوقي وفصح لساني اي ميسي يا وقي بخيار قراني اي ميسي يا وقي يا وقي بخيار قراني اي ميسي يا وقي بخيار قراني اي ميسي يا وقي بخيار قراني مسيو يوقي بخير قرار. شكرا جزيلا هذا الموعد ان شاء الله. شكرا لك. الوقت يبدو انه مات ياسر والمخرج يتكلم. شكرا جزيلا لقبول دعوتنا وشرفنا في فقره مبلم برنامج الوطني. مشاهدينا الكرام باسمكم اشكر الفنانه طاهره متولد مدني على قبولها دعوتنا وتشرفنا في برنامج الوطنيه. اصلا عندنا طلعه غزليه نختم بها لكن المره لا نكسر العاده ولا نقول طلعه الامير احمد سالم يونس تحيه طبعا له. في غزة تضامنا مع إخوتنا في فلسطين تشهد انتفاضة منذ أسابيع ضد الاحتلال الصهيوني وممارساته الاعتدائية وفم اضطهاد وفم قتل إعدامات ميدانية وفم سجون بالآلاف واعتداءات متكررة. بك المناسبة لين نحكي طلعة أحمد سالم يونس يقول يا خياتي قولوا يزع عرفوا عنكم فيد القدرة مدوا ليد الغزة غزة ما تحرر بعبر مصر. زقلنا ريان وصيام للعام وقبل ذاك العام زقلنا ياسر من الاعلام وردمناهم في الرف حفره وزقلنا بغداد وتخمام غدره والكوفه والبصره وزقلنا دشره فرض الشام بقى ترمي خلاه غبره وزقلنا صدام بالاعدام ما هو حد يحرك شعره دخلنا حرب على الاسلام وتواسينا قد الدفره ما هو راجل مبلوقه ما قامت الايام امراه ما هو حد يشوط بالعظام والله زبله والله حجره ما هو حد يعاون يصير الارحام يعطي خمسه والله عشره ما هو حد يعاون بحزام والله وزره والله وبره ما هو شعب يطيح نظام جايب للشعوب الكسره ما هو حد يحرك الافهام ما هو حد يدون سطره ما هو سبه فهم خلي شوي ما هو سبه ما هو تخمام ما هي عود ولا ما هو عود ولا هي بعره. ما شفتوا وسائل الاعلام؟ قال سؤال مطروح قال احمد سالم لينز. ما شفتوا وسائل الاعلام؟ ما فيكم حد اسمع نشره؟ ما شفتوا هذا من غلام مؤمن مولود على الفطره يرضع مفاتن حق الفطام شاكلته من دم حمراء داخلها مطرق من قدامه ورقم شاكلته الاخرى ونيذي مفاتت عمرت عام اغلى من ياقوته حمراء. كيف الياقوت تجيب الثام سيق لحمه سيقتها منكسره كيف اللي كان في الحمام الدم لا قطره ما شفتوا راجل من حطام منكوت ومنكوته الامره مقتولين البارح نيام كتله بالغفله والغدره ما شفتوا شعب مراق الخيام ماشي يترنح يشطره حفاة عراة قدام الشمس وقدام السمره يا خياتي قولوا يزه ارفعوا عنكم فيد الغدره مدوا ليد الغزه مدوا ليد الغزه غزه ما تحرر بعبر مصر اصل يزه حق تحيه طبعا للاديب والامير احمد سالم يونس ان شاء الله يشرف المناسبه يقول دعوتنا الحلقه من حلقات البرنامج. قصيدتنا المديحيه كالعاده المخرج ما ضبط معنا ما جاب العود. قصيده البصيري اميميه البصيري محمديه البصيري بالاحرى. محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الاحسان والكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها صلى الله عليه وسلم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه صلى الله عليه وسلم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يظم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي نوره الهادي من الظلم محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم الرسل كلهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة التي قد اكتملت فقراتها. أشكر باسمكم الفنانة شابة طاهرة تدني على قبول الدعوة لأن يضمني وإياكم لقاء آخر هنا في استديوهات قناة الوطنية بإذن الله تعالى، وفي نفس الموعد مساء الأربعاء 10:30 معناها ليلة الخميس. أترككم في أمان الله وحفظه.